السلام عليكم زاد ديالي، كديري لاباس عليكم؟ اموركم بخير، كنتمنى تكونوا بصحه جيده. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو جديد، ماشي جديد يعني هضره تتم هذا الفيديو ديال نهار العيد، يعني ما حطيت لكمش كله، ما حطيت لكمش الغداء، ما حطيت لكمش مي كنت غدا نبارك العيد لماما يعني، وتقريبا الاحباب اللي كنعرف. المهم كنتمنى يعني هذا الفيديو تشجعوني بواحد لايك في اشتراك في القناه فضلا وليس امرا، دعمونا اخوتي وشاركوا هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش يعرفوا هذه القناه. المهم شكرا على التعاليق المحفزه اللي كتخليو لي، شكرا على التشجيعات ديالكم، وبلا بيكم ما يمكنليش نكون. ربي يوفقني بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل ديالكم نتوما. المهم خليكم معايا. بعد ما فطرنا نهار الصلاة على النبي لوسي كدير سكسو غزال الصراحة، ما يمكنش نهار العيد ما نديروش سكسو. أصلا أنا كنت موحشة السكسو رمضان كامل يعني ما درناشي، وحالي ما عاد ديرو الصراحة عندها سكسو غزال صلى على النبي عليها الله يعطيها الصحة. واش غنقول لكم من شاهيكم جات شي قصرية سكسو ما شاء الله عليها والله يعطيها الصحة. من قناتي كنشكرها بزاف على السكسو اللي دارت لنا، والهلا يخطي علينا الصراحة على الطاقة. المهم ما تنساوش شجعونا عافاكم، وما تنساوش لايك لايك لايك، كثروا لنا اللايكات، ونتمنى يعني اي حاجه شاركتها معكم تكون كتعجبكم ونكون خفيفه على قلبكم اخوتي. ونمارس التشجيع، خليكم معايا باش تعرفوني فين غنمشي ان شاء الله. من بعد ما نتغدى ان شاء الله نتوما تشوفوني فين غادي نمشي. وجدات وحليمه دابا لقيتونا هنا عم تغداو، كانت معنا مرات لوسي الكبير ولوسي الصراحه الاحباب كانوا كاملين مجموعين. المهم جا سكسو غزال، خليكم معايا. ها انتما دابا لقيتوني باش نبارك العيد لدارنا، خليكم معايا غدا انا وليداتي وراجلي. المهم انتما معايا وتشوفوني في غد، ما تنساوش لايك 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 لايك. دس انا وليداتي نبارك العيد لخالتي، وعاد نمشي ان شاء الله للدار ديالنا. خليكم معايا، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم اخوتي، وشجعوني عافاكم حتى جد الدعم ديالكم، وشكرا لتبع لي الفيديو حتى الاخير. وانتم معايا هنا من بعد ما باركت خالتي العيد، مشيت لدارنا يعني ما صورت حيت لحقاش كاينه بزاف ما كيبغوش يبانو. هذه خالتي لطيفه ربي يخليها لنا مسكينه وتعطيها الصحه وطوله العمر، وخوالتي كاملين خالتي عويشه خالتي فرح باتو لخوالتي كاملين الله يعطيهم الصحه وطوله العمر في هذا العواش ربي يخليهم لنا. هذه الزين ديالي يسرى بنت خالتي العزيزه الكبيده ربي يسر لها الامور، هي كتبارك لكم العيد وما تنساش كتقول لكم شجعوني، هي خالتي الحبيبه ربي يخليكم ليلي والله يخلينا ديما مجموعين يا ربي الكبير. بلال مبروك عيدك اخويا، تعاود بالصحه ولهنا. دير اختي فاطمه مبروك عيدك، تعايدي وتعاودي بالصحه ولهنا. كدايره لاباس عليك؟ مزيانه. كدير داك الراجل تعاودي وتعاودي بالصحه ولهنا. احنا غادي المهم هنا الغزاله ديالي لقيتو راجلي كيتسناني هو ولدي، من بعد ما جلس مع دارنا شويه دابا ان شاء الله غنعاود نبارك العيد لاختي ان شاء الله، ومن بعد انتم معايا تشوفوني في عمشي. خليكم معايا وشجعوني لايك 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 اخوتي. صراحه العيد في الاحياء الشعبيه كيكون غزال صراحه، كيكونوا الدراري صغار مبدلين، واحد الاجواء كتكون مختلفه على ملي كيكونوا جهات الديور. صراحه احلى حي عندي هو تجمع بيضاوه.
خوتي وصلت نبارك العيد لاختي، يعني اختي صغيرة عليا ماشي انا هي كبيره عليا. المهم وصلت انني نبارك لها العيد، نبارك لها العيد ان شاء الله وعمشي بحالي. المهم دينا اجر الحمد لله، ما كرهناش ندوروا على العائله الكبيره، ولكن عندنا الوقت محدد قال لك باش ندخلوا بحالنا كان باقي الحجر الصحي برا شويه بقوا كيرخفوا. المهم هنا دخلت بارك العيد لاختي وصافي، وصلت لاخر الفيديو هنايا. هنا لقيتوني عمشي بحالي عند عقوستي، انتم عارفين انني معيده عند عقوستي دائما، كل عام كنعيده عند عقوستي. ودابا المهم بارك العيد للجميع، ودابا عنشد الطريق نمشي بحالي عند عقوستي. المهم كنتمنى يا اخوتي هذا الفيديو اللي شاركته معاكم، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. اي حاجه شاركتها معاكم من حياتي الا وكتكون كتعجبكم، نتمنى نكون اي حاجه كنشاركها معاكم نكون خفيفه على قلوبكم. ودائما شي حاجه بسيطه والحياه البسيطه دائما، يعني ما نتكبر عليكم ولا تش حاجه، وخا يعطينا ربي ما عرف شنو يعطينا، قال لك القناعه كنز لا يفنى. وانا كما كتشوفوني دائما وكما تشوفوني اليوم تشوفوني غدا. المهم شكرا اللي تبع لي الفيديو حتى الاخير، كنحمق عليكم ونخليكم اخوتي في امان الله وحفظه. الى فيديو مقبل ان شاء الله، مع السلامه احبابي.